بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية إدارة التوتر والتخلص منه لحماية الجسم من المشاكل الصحية. التوتر هو استجابة طبيعية من الجسم للتهديد الخارجي أو التحدي أو الخطر. ده هو التوتر، يعني عملية فسيولوجية، وهو رد فعل فسيولوجي طبيعي بيطلق هرمونات بتزود من معدل ضربات القلب ومن معدل التنفس وبترفع ضغط الدم. والتوتر يمكن أن يكون قصير المدى أو طويل المدى، وقد يكون خفيف أو قد يكون شديد. ده التوتر. لكن إذا أصبح التوتر شديد أو مزمن فده بيؤدي لمشاكل صحية وجسدية وعقلية كتيرة جدا. بتشمل إيه؟ ما هي المشاكل الصحية الجسدية والعقلية التي يسببها التوتر؟ رقم 1، مشاكل في القلب والأوعية الدموية، زي ارتفاع ضغط الدم، وزي عدم انتظام ضربات القلب، وزي جلطات القلب والسكتة الدماغية. ما هي المشاكل الصحية الجسدية والعقلية التي يسببها التوتر؟ رقم 2، مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم وقرحة المعدة والقولون العصبي. ما هي المشاكل الصحية الجسدية والعقلية التي يسببها التوتر؟ رقم 3، مشاكل وضعف في الجهاز المناعي تؤدي لجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض. رقم 4، مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب. وهناك العديد من الأسباب للتوتر. ايه هي اسباب التوتر؟ رقم 1، الاحداث المجهدة، زي المرض، زي فقدان العمل، زي فقدان الوظيفة مثلا. رقم 2، من اسباب التوتر الضغوطات اليومية، زي الاصوات المرتفعة، التلوث الضوضائي مثلا، الزحام، العمل، الدراسة، او مثلا بالنسبة للسيدات المنزل رعاية الاطفال. رقم 3، من الاسباب المشكلات الشخصية، زي الصحة، زي المال او العلاقات. ايه اعراض التوتر؟ اعراض التوتر يؤدي التوتر لمجموعة من الاعراض، زي اولا الاعراض الجسدية، زي الصداع والاجهاد العام والتعب والام العضلات، ومشاكل هضمية زي عسر الهضم والقولون العصبي. ثانيا الاعراض النفسية، مثل القلق والاكتئاب والتهيج ومشاكل واضطرابات النوم. ثالثا من اعراض التوتر الاعراض السلوكية، مثل الافراط في تناول الطعام أو تعاطي المخدرات أو التدخين. نيجي للحاجة المهمة اللي هي كيفية إدارة التوتر والتخلص منه. رقم 1، تقنية الاسترخاء، مثل تمارين التنفس العميق والتأمل والتمارين الرياضية. بتساعد تقنيات الاسترخاء على تقليل مستويات التوتر الجسدي والعقلي. وبتشمل إيه تقنيات الاسترخاء دي؟ أول حاجة تمارين التنفس العميق. تمارين التنفس العميق ودي تعتبر يعني من أبسط وأكثر تقنيات الاسترخاء فعالية، وتتم عن طريق التنفس بعمق من خلال الأنف، التنفس ببطء كده من خلال الأنف، مع التركيز على استرخاء الجسم مع كل نفس. تاني وسيلة من تقنيات الاسترخاء هي التأمل، والتأمل دي هي ممارسة تركيز الانتباه على شيء واحد، يعني تنبه جسمك وتنبه تفكيرك على شكل واحد، على شيء واحد، ويحدث تأمل. ثالث وسيلة من تقنيات الاسترخاء هي اليوغا، وهي ممارسة تجمع بين التمارين البدنية والتنفس والاسترخاء. كيفية إدارة التوتر والتخلص منه؟ رقم 2، تغيير نمط الحياة، زي الحصول على قسط كافي من النوم وتناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. لأن الحصول على قسط كافي من النوم بيساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج العام وتعزيز الأداء البدني والأداء العقلي. أما النظام الغذائي الصحي فبيساعد على تزويد الجسم بالعناصر اللي بيحتاجها ليعمل بشكل صحيح وتقليل التوتر. أما ممارسة الرياضة بانتظام فهي بتساعد على تقليل التوتر
وبتحسن المزاج وبتعزز الصحة. كيفية إدارة التوتر والتخلص منه. رقم 3، تطوير مهارات حل المشكلات عشان تتمكن من التعامل مع المواقف المجهدة بشكل فعال، وده من خلال تحديد المشكلة وجمع المعلومات حوالين تلك المشكلة وجمع الحلول وتنفيذ الحل الأمثل. كيفية إدارة التوتر والتخلص منه. رقم 4، التماس الدعم الاجتماعي من العائلة أو الأصدقاء أو حتى المعالج النفسي. التحدث إليهم يمكن أن يساعد في إيجاد طرق للتعامل مع التوتر. كيفية إدارة التوتر والتخلص منه. رقم 5، الأدوية المهدئة للأعصاب تحت إشراف طبي. أدوية بتحسن المود وبتهدي الأعصاب وبتحسن وظائف الجسم وبتحسن جودة النوم. أمثلة لها زي أدوية القولون العصبي، مثال لها الإبراكس وكولونا، دول يعني من أشهر أدوية القولون العصبي والمهدئات. كمان في كمان المهدئات المشهورة جدا زي بسبار وزي دوغماتيل وزي كلوزابيكس وأميبرايت وأميكسيدون وتوبموت، أدوية كتيرة المهدئات الأعصاب، بس زي ما قلنا بتكون تحت إشراف طبي كامل متكامل علشان نتجنب الآثار الجانبية للأدوية دي. وبالتخلص من التوتر، ولو عرفت انك تدير التوتر إدارة جيدة انت كده هتتخلص يعني من اغلب المشاكل الصحية، مشاكل القلب، مشاكل الضغط، مشاكل المخ والأعصاب، وحتى القابلية لمرض السكر. مرض السكر يعني يمكن من الحاجات العوامل الخطر ليه هي التوتر وضغط الأعصاب، وحتى برضو تتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل القولون العصبي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.